حملة نحن نهتم للتوعية بالمرض النفسي، واللقاء الرابع اليوم بجمعية المهندسين، وكلمنا عن الاضطرابات الشخصية. كان معايا دكتور سيد والشيخ حصة رعاية الحملة ومديرة المشروع التنموي أتمنى. موضوع المحاضرة اليوم كان شيق جدا وممتع، كنا اتكلمنا عن اضطرابات الشخصية وعن العشرة الشخصية السيكوباتية والنرجسية والهستيرية والشخصية الفصيمية وشبه الفصيمية والتجنبية والاعتمادية، وازاي نقدر احنا هدف الحملة هو تبسيط المعلومات بحيث انها توصل لجميع الاشخاص. فكان اهم حاجة بنركز عليها هو ازاي نعرف نستطيع التعرف على انماط شخصيتنا وسمات شخصيتنا، وازاي نتعرف على الاشخاص المحيطين بينا وطرق التعامل مع اضطرابات الشخصية أو سمات الشخصية السائدة دي. ده كان موضوع اليوم من اضطرابات الشخصية في حملة نحن نهتم للتوعية بالمرض النفسي. طبعا تشعب الموضوع وأهميته، فإحنا ما قدرناش نوفي في هذا اللقاء جميع الجوانب، فقررنا أن إحنا إن شاء الله نعمل له جزء تاني نستكمل فيه باقي الموضوع. وإن شاء الله اللي ما حضرش أو فاته المحاضرة الأولى يحضر معنا المحاضرة الثانية إن شاء الله. وبشكر طبعا جمعية المهندسين على الاستضافة وأشكركم.